صندوق الحلفة وانتقل في هذه اللحظات مع أصوات الإضافية والكلمة معاك يا أسعد. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدين الكرام، على بركة الله وتوفيقه ننطلق مع هذه الأسماء، ننطلق مع هذه الشعارات، ونبدأ مع البداية، نبدأ مع الصدارة، مع المركز الأول، مع جود لسالم بن سيف بن مران الظاهري، وشوف التسلل من راهية لمحمود بن علي القنيبي، بدأ يقود هذه الأسماء، بينما الدور مع المركز الثالث، النقلة مع شواهين لعامر بن عبد الله بن محيروم المحيروم حرمي، غادم وواصل في ثالث الاسماء ورابع الاسماء، شوف شوف الوصول، شوف القدوم والتسلل من هملولة لسيف بن حلي، غادم في ثالث الاسماء، والوصل الضبي لحمد بن سعد بن نصيب الاحبابي، لكن الصدارة الجنيبي، شعار محمود بن علي القنيبي مع راحية راحية راحية، أهالي صبرة يطالبونك بالسلام يا أبو علي يا أبو علي، وصل بن هلي مع هملولة سيف بن هلي، غادم غادم في ثاني الأسماء، المعركة الغوية، ولكن القنيبي مع راحية 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 راحية، محمود بن علي الجنيبي يتصدر هذه الأسماء، ينطلق بالصدارة الأولى، سلام يا أبو علي وسلام إلى سيح صبره، تهانينا. والناموس المركز الثاني، هملولة سيف بن حلي في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء الشانية لصالح بن علي الحميري في رابع الأسماء، وخامس الأسماء جود لسالم بن سيف بن مران الظاهري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، والتوقيت الزمني 2:07، هذا الشوط الإضافي الأول للإبكار.